والآن مع كلمة المهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة. And now the speech of engineer Yasser Omar, the president of the Egyptian Volleyball Federation. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الاتحاد المصري لكرة الطائرة برحب بالسادة الضيوف الأفارقة المقيمين في مصر حاليا لتنظيم البطولة الأفريقية للأندية. بالأخص برحب بالسيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأخ العزيز الكابتن محمود الخطيب على استضافة البطولة في النادي الأهلي. ودي تعتبر بطولة استثنائية لأن أول مرة هيتلعب البطولة دي هتؤهل لبطولة العالم للأندية دي بعد المجهود الكبير اللي عملته مدام بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي اللي أنا بحييها من مكاني هذا للمجهود اللي عملته عشان تضيف أفريقيا لبطولة العالم للأندية. برحب بالسادة الضيوف، برحب بالفرق الأفريقية المقيمة هنا وإن شاء الله نعمل بطولة ناجحة وموفقة لجميع الفرق ونظهر بمظهر جيد لمصر الحبيبة بلد الكنانة. أشكركم